أنتقل هنا بسؤالي لدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة. دكتور خالد، ما هو دور وزارة الصحة في هذا المشروع، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبالتأكيد ما هو التأثير المباشر على الأسرة المصرية؟ الحقيقة احنا طبعا وزارة الصحة مشتركة في المشروع في كل المحاور، سواء المحور الاقتصادي أو الخدمي أو حول التحول الرقمي، وأيضا المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي. لكن الحقيقة قبل ما أبدأ الإجابة على السؤال بشكل مباشر، خلينا نتطرق إلى يعني حزمة من المبادرات الرئاسية اللي بدأت في أواخر 17 وأوائل 18، اللي ممكن حد يسأل هي اللي هي مرتبطة ببعضيها، هل هي ليها علاقة بتنمية الأسرة المصرية أو بيها ليها علاقة بتحسين جودة الحياة للمواطن المصري من الناحية الصحية؟ خلينا نفكر مع بعض إن كل المبادرات اللي حصلت والحزمة الكبيرة اللي حصلت في الفترة السابقة كانت ليها ارتباط وثيق باللي احنا بنعلنه النهاردة من خلال سيادة الرئيس، وهو مبادرة تنمية الأسرة المصرية. علشان احنا معنيين جدا ان ومتأكدين جدا ان جودة الحياة من الناحية الصحية معنية للأب وللأم وللطفل حتى للكبار السن. ومن هنا كانت الإجراءات اللي تمت من خلال مبادرات زي الفحص ما قبل الزواج والعناية بصحة الأم والجنين ودعم صحة المرأة ومئة مليون صحة، اللي هي التشريع الكبير اللي بيضم تحتيه كل المبادرات الرئاسية. يمكن في دول بتعمل مبادرة أو اثنين أو ثلاثة، احنا عندنا 12 مبادرة رئاسية في آخر 4 سنوات بتكلفة مالية ضخمة جدا، وكان الغرض منها ان احنا نحقق على الارض مكاسب سريعه جدا، نقدر ان احنا نحسن من حياه الانسان. كل اللي انا بقوله ده في النهايه بيروح تحت تنميه الاسره المصريه. لو بصينا على من يناير 18 في مشروع ضخم جدا اشاد به منظمه الصحه العالميه، وقال ان يمكن يعتبر ده اكبر واضخم مشروع على مر التاريخ، وهو الكشف او اكبر مسح صحي لدوله على مدار التاريخ، لما دخلنا في فيروس سي وكشفنا على 62 مليون مواطن وعالجنا منهم 2 مليون، لما رحنا لقوائم الانتظار وعالجنا لحد النهارده بقوائم جراحيه اكثر من مليون عمليه جراحيه معقده جدا. انا بتكلم على عمليات في جراحات القلب والصدر، في الدعامات، في جراحات الاوعيه الدمويه، في المخ والاعصاب، في جراحات العظام والرمد، في زراعات الكلى والكبد والقوقعه. إذن مشروع ضخم جدا للقضاء بشكل سريع على معاناة أي إنسان. وهنا أنا عايز أقول إن الإنسان سواء أب لو حصل له مشكلة صحية أو أم أو طفل، هو بيمثل عبء اجتماعي وأسري كبير جدا، وبشكل غير مباشر بيأثر على قدرة الأسرة على التكيف مع المجتمع. فحص الأمراض المزمنة واللي تم من خلال الأمراض الغير سارية من أكتر من ملايين من الفحوصات، الجزء الخاص بصحة المرأة مهم جدا، لأن احنا خدنا المرأة من أول التسخيف بالصحة الإنجابية من المراحل الحمل ومراحل الولادة والعناية بالجنين، وأيضا اكتشاف للأطفال حديث الولادة ضعف السمع أو حتى فقدان السمع، والتعامل معهم بتركيب كثير من الإجراءات سواء الدوائية أو سماعات أو أيضا إجراء عمليات جراحية لزراعة القوقعة. دخلنا على سن الطفل، لأن الطفل لما بيبقى عنده مشكلة في السمع أو مشكلة صحية بيمثل أيضا عبء اجتماعي شديد جدا على الأسرة. فروحنا لسوق التغذية وعملنا مبادرة الكشف على السمنة والأنيميا والتقزم الغير وراثي، ورحنا ل 30 ألف مدرسة وكشفنا على ما يقرب من 20 مليون طفل في مراحل عمرية مختلفة، وحديث الولادة كمان في الأمراض الوراثية 19 مرض وراثي. أنا بقول الكلام ده لأن كل اللي احنا بنقوله ده من مجهود ومن عمل ومن تكلفة علشان يحسن حياة المواطن المصري ويقدر ان هو يعيش في جودة حياة متميزة. ما سبناش حتى كبار السن، وعملنا خدمات الصحة النفسية والكشف المبكر على الأورام، وسيادة الرئيس كلفنا في الفترة اللي جاية ان احنا ببعض المبادرات الجديدة الخاصة عن كشف عن الأورام زي سرطان الرئة وسرطان البروستاتا وسرطان القولون وسرطان عنق الرحم. دي كلها مبادرات في الطريق حتى تكون مصر أول يمكن أكبر دولة على مستوى العالم في عمليات المسح الصحي المتكامل. ضخامة وزارة الصحة في وجود 5400 وحدة رعاية صحية أولية منتشرة في كل مصر، جزء كبير من مشروع تنمية الأسرة معتمد على ضخامة وانتشار
هذه الوحدات الرعاية الصحية اللي بتقدم كل اللي أنا قلته ده، بالإضافة أيضا إلى الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم النسل أو وسائل تنظيم الأسرة المختلفة اللي احنا بالمناسبة بنعملها من خلال وحدات ثابتة أو حتى وحدات متنقلة. وإحنا النهاردة بيصل قريبا ووصل بالفعل عيادات متنقلة متميزة جدا، منها اللي فيها كل الإجراءات الخاصة بالإجراءات الكشف والأشعة والعلاج، حتى نقدر نصل أيضا إلى أماكن مختلفة. أنا قبل ما أقفل يعني أو ما أنهي كلماتي، أنا عايز أقول إن من خلال مراكز تنظيم الأسرة إحنا أيضا بنقدم كل الوسائل والدعم، سواء من ناحية التثقيفية أو التوعوية أو من ناحية وسائل التنظيم المختلفة في كل محافظات مصر في من خلال هذا المجال. لكن أنا هقف عند أرقام أختم بيها مهمة جدا، زي ما دولة الرئيس كان يتكلم على المدارس والفصول. أنا عايز أقول إن الدولة المصرية في آخر 6-7 سنوات استثمرت في المجال القطاع الصحي بزيادة 300 ضعف عن ما تم من كان قبل 2013، بمعنى كنا 32 مليار جنيه موزن وزارة الصحة وصلت ل 108 مليار جنيه بنسبة زيادة 300%. لكن مهما عملنا ومهما زدنا ومهما أنفقنا، طول ما في تهديد بالزيادة السكانية عمرنا ما هنقدر نحقق حتى المستوى اللي احنا موجودين فيه النهاردة، اللي ممكن كتير منا ما يبقاش مقتنع بيه. أنا عايز أقول رقم تاني مهم، المعدل العالمي لعدد الأسرة مقارنة بعدد السكان، كل 1000 مواطن أو كل 1000 نسمة من حقه أن يكون فيه 2.7 أو 3.2 سرير في مستشفى. الرقم ده مهم جدا ليه؟ لأن ده الحد الأدنى. في بعض الدول المنظمة أو البنك الدولي لقى اليابان عندها 10 سراير لكل 1000 مواطن، إنجلترا أو المملكة المتحدة عندها 2.5 سرير لكل 1000 مواطن، البرازيل عندها 2 سرير لكل مواطن. طبعا مصر فين؟ مصر عندها 1.4 سرير لكل 1000 مواطن. معناها أن احنا عندنا فجوة اوريدي احنا طالعين بيها من خلال زيادة سكانية كبيرة جدا على مدار السنوات السابقة، وبنجري من خلال الاستثمار في القطاع الصحي 300% عشان نعوض هذه الفجوة الكبيرة عشان نصل إلى المعدلات العالمية. لكن بحسبة بسيطة جدا بالمعدلات السنوية اللي احنا بنزيدها 2.5 مليون نسمة، يعني احنا محتاجين علشان نحافظ على المستوى اللي احنا موجودين فيه حاليا 4000 سرير سنويا، نقول ال 4000 سرير سنويا بيكلفونا من 40-60 مليار جنيه سنويا، ده دون التنمية البشرية ودون خريج كليات الطب اللي هيبقى ايضا بيكلفهم تكلفة عالية جدا، والقطاع الصحي بشكل كبير، والتنمية والتطوير الشامل في الوضع الحالي. اذا احنا هنا بنتكلم على استثمارات ضخمة جدا ما نقدرش ان احنا نوصل لها طول ما احنا مشينا بهذه المعدلات. الخوف، كل الخوف ان احنا نصل الى يوم بهذه المعدلات ان احنا ولادنا واحفادنا واولادهم ما يلاقوش مكان يتعالجوا فيه نتيجة هذه الزيادة السكانية الغير محسوبة. انا بشكر حضرتك.